أنا هنا في رحلة للاكتشاف والتعرف وللحديث مع أناس ومؤسسات وشباب من المجتمع المدني الذين يشتغلون حول موضوع محاربة التطرف. وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالرباط قاموا بدعوتي لكي أشارك في هذه الرحلة، وبصفتي أمريكيا مسلما جئت لأزور المملكة التي كانت الأولى للاعتراف ببلدي الولايات المتحدة الأمريكية. جئت حاملا برقية أمل، وجئت أحمل رسالة الوحدة، وجئت لأبرهن على أن مسلمي أمريكا هم أعضاء فعالون في المجتمع الأمريكي ولديهم قيمة كبرى بأمريكا. رحلة ممتعة جدا، والرباط مدينة جميلة جدا أعجبتني. ذهبت إلى الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، التقيت كذلك بمنظمي المنظمة العالمية Search for Common Ground بالمغرب، التقيت كذلك بالكثير من السكان المغاربة في الفندق وفي الشارع، وكذلك المستخدمين بالسفارة الأمريكية في الرباط. بزيارة لرابطة العلماء بالرباط وكذلك منظمة Search for Common Ground، لاحظت على أن هاد الناس الناشطين يقومون بعمل جبار وعمل فريد جدا من نوعه، وهم شجعان كثيرا في محاربة التطرف، وإنهم يبذلون الكثير من الجهد. وبصفة المغرب بلدا آمنا، هذا يعني شيء أراه شخصيا، وثقة المغاربة تتجلى في أمن وسلام بلدهم، وهذا يعطيني الكثير من الثقة في مجهوداتهم.